انه يجي يوم تكريمك. كرة سبعة لبي او كوير الا حطها في المرمى واعلن الهدف السابع لمصلحة اليوفنتوس. سبعة هدف سابع الان لمتصدر الدوري الايطالي يفرح عشاق البيانكونيري، عشاق السيد العجوز، عشاق سيد ايطاليا الاول وكبيرها اليوفنتوس بارقامه ببطولاته بامجاده. اليوفي اليوم لعب المباراه جد الجد، ما تهاون، يريد ان يستفيد من خلال تواجده هنا ومن خلال هذه المباراه قبل العوده للدوري الايطالي.